مصر بالنسبة. اهلا بكم من جديد. طبعا زي ما عارفين شيراز ان دايما مصر داعمه لاشقائها في الدول الافريقيه، سواء كان بالدعم الفني، دعم في مجال التعليم، الدعم في مجال الصحه، وازاي كان عندنا مبادره مهمه جدا وهي القضاء على فيروس سي، وازاي الرئيس قال ان المبادره دي لازم تشمل دول افريقيه، يعني حوالي 1 مليون افريقي استفادوا من هذه المبادره اللي هي القضاء على فيروس سي. مهم جدا دعم مصر دايما منذ فترة كبيرة جدا بمحاولة العودة إلى العمق الأفريقي الجنوب جنوب، وده من خلال طبعا المؤتمرات الاقتصادية من خلال الجماعات الاقتصادية زي الكوميسا مثلا اللي احنا فعالين فيها. هنا عشان كده يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقا لتوجيهاته واستمرار الدعم مع الشعوب الأفريقية في طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية أقلعتا إلى دولة شقيقة. طبعا تنزانيا طبعا من الدول الأفريقية الشقيقة، وطبعا يعني دايما مساعدات مصر لكل الدول الأفريقية والدول المجاورة لينا من الأشياء المهمة جدا، عشان كده دايما بنقول أن مصر هي أم الدنيا. وطبعا ده مش أول مرة بتحصل فيها الموضوع ده، ولكن سبق أن مصر يعني قدمت مساعدات لدول أخرى عديدة أيضا، وخاصة في جائحة كورونا كمان يعني مصر قدمت مساعدات برضو لدول أوروبية ودول مجاورة لينا، فده شيء معتاد على مصر. طبعا الدول الأفريقية في بعض منها بيعاني من بعض الأزمات سواء كانت اقتصادية أو طبية، وعلشان كده مصر أخذت القرار ده أنها تساعد بعض الدول الإفريقية. نشوف مع بعض مساهمة مصر وإزاي يعني الشراكة ما بين مصر وشقيقتها في الدول الأفريقية من خلال يعني المساهمة في تخفيف الأعباء عن الأشقاء في تنزانيا. نشوف التقرير ونرجع عشان نتكلم عن هذا التقرير. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الإفريقية في مختلف الظروف، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا. تأتي تلك المساعدات تأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري ولمساندة جهود الدول الأفريقية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة. طبعا مساعدات مهمه من مصر للدول الافريقيه كمان والدول الصديقه، زي ما قال الشيراز في البدايه ان كان في مساعدات طبيه برضو اثناء جائحه كورونا وانتشارها وخاصه في المراحل الاولى لايطاليا والصين ولغيره، ده بيعمق علاقات فيما بين مصر وبين هذه الدول مش الافريقيه فقط لكن الدول العالميه الصديقه الاخرى. معنا هاتفيا للمزيد من التحليل سياده اللواء عادل عمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه. بعد الصباح الخير سياده اللواء عادل. هنا نتكلم على ان مصر دايما بتقدم يد المساعده وخاصه المساعدات الطبيه واللوجستية إلى الدول الصديقة، لا يقتصر فقط على الدول الأفريقية، لأن احنا هنتكلم على المساعدات لكل الدول الصديقة، وده بيعمق العلاقات، وبالتالي يعني هنتكلم برضو على الدول الأفريقية وإزاي علاقتنا بيهم من خلال هذه المساعدات الطبية بتتطور أكثر وأكثر. أهلا بكم تاني وأستاذ المشاهدين. طبعا الدول المصري مصر في دور الأم الكبرى أو الشقيقة الكبرى والأخت الكبرى اللي يقدم دعم دائما بإطار دور المقاولي للدول على فكرة سواء كان إقليمي أو أيضا في المدة الدولية، اللي شفنا مساهمات عديدة متعددة لدول العالم كثيرة في هذا الكلام. في حاجة اسمها دبلوماسية التنمية، ما بنساش قوميتنا ودورنا وأيضا ما نبقاش عندنا صيانة في تعميق هويتنا اللي بالنسبه لدول افريقيا، ونقدم الدعم في الصور المختلفه وانشاء بعض من الاساليب بعض الاحتياجات اللي عندها المواطن او الافريقي، فيما بعد في نفس الوقت التاكيد على ان احنا بنجازف دايما بتاع حقوق الانسان، يعني مش تفتح العقول والمنظمات الدوليه لحقوق الانسان، احنا الدوله المسؤوله دائما نفسها متقدم بدليل على ان دوله مصر دوله فعلا دوله قويه ودوله تقدم دائما كل ما هو جديد في التقييم في التعاون في التعاون
الفكره الاستراتيجيه صلت العالم كله، واحنا اتكلمنا انت مجانين دعم وتفاهم نفسي مع شغل الحكومه، لكن هو سياسه وتواجد في السياسه الخارجيه المصريه، وفي نفس الوقت دبلوماسيه فنيه نجيبها هنا ظاهره وجليه. لم يقتصر الموضوع فقط بالنسبه لتنزانيا. سياده اللواء سمير، يا ريت حضرتك بس لو كان حضرتك بتكلم من السبيكر نتكلم بس من التليفون عادي عشان الصوت يبقى واضح معانا ومع الساده المشاهدين. حاضر. اتفضل يا فندم. دبلوماسيه التنميه لم تكن مقتصره فقط على دوله تنزانيا، ولكن الصوت بعيد جدا. تم ارساله بالامس، ولكن الصوت سياده اللواء عادل، يا ريت يبقى واضح شويه او حتى يعني يبقى في المكان اللي كنا فيه الاول. هذه وحقوق الانسان ما بين وتعاملت صور العلاقات ما بيننا وبين دول افريقيا بالكامل في هذا الصدد، وده يمكن جانب ظاهر على الساحه خلال الايام المنصرمه والايام الماضيه القليله. ده بالنسبة يا فندم يعني للي بيحصل بالفعل أو بيحصل حاليا، إيه الخطة المستقبلية لمساعدة بعض الدول الإفريقية؟ يعني لأن إحنا طبعا إحنا كمان في قارة إفريقيا، فأكيد شيء مهم جدا تكون علاقاتنا دايما جيدة مع إفريقيا. الموضوع ليس قاصر على النواحي الصحية فقط، ولكن هناك عديد من المشروعات. يعني زي لسه بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبة لتنزانيا مثلا، احنا ساهمنا في إنشاء سد جوليوس نيريري، بعض مشروعات البنية التحتية اللي بتتم تنفيذها، بعض الزراعات اللي بنقدمها كتقنية زراعية في هذا الصدد، بنحاول نعمل بعض الإجراءات في مشروعات مائية في بعض الدول الإفريقية لتخفيف أو للقضاء على واحنا عندنا طبعا سد مهم جدا بنبنيه سد جوليوس نيريري في تنزانيا سياده اللواء طبعا. طبعا ما انا بقول لسيادتك ده احد العوامل اللي بتتم في تنزانيا او احد الاجراءات اللي بتتم في تنزانيا في اطار طبعا تعقيد تنميه وتخفيف العبء عن كاهل المواطن في تنزانيا. دي شراكه وليس لحظة، ولكن هي متعمقة وقديمة ومنذ فترات طويلة، ويمكن لسه عمق افريقيا لم نتركه ابدا خلال الفترات المنصرمه. ولكن يعني الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عزز فكره العلاقات المصريه الافريقيه، والنهارده يعني بنهتم بدول حوض النيل وتحديدا دول في افريقيا بالذات وتحديدا دول حوض النيل لما لها من تاثير مباشر على امننا القومي، وبالتالي في اطار تعزيز العلاقات المصريه الافريقيه. صحيح. يحدث الكثير والكثير. وانا يمكن كلمت على نقطه مهمه جدا سياده اللواء عادل، وهو ان ازاي ده بياثر على امننا القومي وعلى قراراتنا السياسيه من خلال دعمنا لهذه الدول. يعني حضرتك انت عارف طبعا في الناحيه السياسيه المصالح تتحدث، يعني عندما نقف مع هذه الدول الافريقيه والدول العالميه في هذه المساعدات ونقف بجانبها، اكيد طبعا ده هيصب في صالح القرارات التي يمكن ان تكون في صالح مصر في اي محفل. احنا مصر فيها كتله، افريقيا فيها كتله تصويتيه 54 دوله خلاف مصر، احنا 55 دوله في افريقيا. لما تيجي مصر تبادر وتتخذ قرار وتدعمها دول افريقيا، اعتقد ان دي بيبقى لها يعني صدى واسع، وبنحافظ على علاقتنا الافريقيه الافريقيه في اطار حل المشاكل. وليس ببعيد لما حينما كانت تترأس مصر القمه الاتحاد الافريقي في 2019، كم اللقاءات وكم الانجازات وكم القرارات التي تحققت والتي لا زالت مستمره حتى الان في هذا الصدد. اللي عايز اقوله واكد عليه ان مصر لم تتخلى ابدا عن افريقيا، لم تبتعد ابدا عن افريقيا، لدلاله على ان عمقها الجنوبي واصلها وهويتها الافريقيه بتحتم عليها ذلك كما نص الدستور. وفي نفس الوقت القياده السياسيه المصريه الحكيمه الواعيه عارفه ان امننا القومي يبدا من حيث يعني مصالحنا وينتهي حيث مهامنا وقدراتنا، فبالتالي احنا دائما ابدا ما نعمق العلاقات في هذا الصدد، ودائما ابدا ما نقدم الجديد والجديد في تحقيق في سبيل تحقيق امننا القومي واستقرارنا كافريقيا وعربيا واقليميا ودوليا. اكيد يا فندم اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، شكرا لحضرتك جدا وشكرا على الاتصال الهاتفي.